طب ممكن تقول لي يا ترى هل ترى رئيسه وزراء الدنمارك ايه اللي يخليها تقول انها ازمه عالميه؟ يعني هي جايه تجاملنا مثلا؟ محتاجه انها تجاملنا؟ تفتكر الدنمارك محتاجانا الى اي مدى لدرجه انها تقول تصريح غير واقعي؟ الدنمارك محتاجه مصر ومصر محتاجه الدنمارك بالمناسبه. أوروبا محتاجة مصر ومصر محتاجة أوروبا بالمناسبة. العالم في احتياج لبعضه البعض. بمعنى القصص القديمة بتاعت انغلاقات الدول على ذواتها ما بقتش موجودة. مش بس عشان قصة العالم بقى قرية صغيرة والعولمة، لا، هي مسألة الاحتياج الاقتصادي والسياسي يفرض هذا الواقع. خلونا بقى نفهم أكتر من الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور طارق. اهلا وسهلا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الله يخليك يا رب، دايما خير يا رب. دكتور طارق، انا كنت بقول انه بالتاكيد هناك ملفات شديده الاهميه ما بين مصر واوروبا، ودي تم تناولها او مشتركات او ملفات مشتركه، يعني زي ما بيتقال تم تناولها في جلسه مباحثات ثنائيه منفرده ما بين فخامه الرئيس وما بين رئيسه الوزراء الدنماركيه. لكن من يفتي في ذلك هم رجال العلوم السياسيه. ايه ابرز هذه الملفات اللي يعتقد دكتور طارق انه تم تناولها؟ يعني أنا في تقديري زي ما حضرتك أشرت واتكرمت، هناك حاجة ملحة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والدول الرئيسة والدول التي تحتل مكانة في المنظومة الأوروبية للنقاش والحوار ومحاولة تحقيق مصالح مشتركة مع الدول الكبرى في أقاليمها. وأعتقد أنه الرؤية الأوروبية لمصر أنها دولة تتمتع باستقرار سياسي وأمني ولديها فرص جاذبة للاستثمار. القضية ليست في ما تم طرحه فقط متعلق بالمجال الجديد للشراكة المصرية الأوروبية وعلى رأسها طبعا الدنمارك ودول أوروبية أخرى اللي احنا بنسميها سياسة النائب، دول الشمال الأوروبي اللي هي الدول اللي بتقيم علاقة جيدة مع دول مستقرة في الإقليم ودول محورية في نطاقاتها السياسية والاستراتيجية. يعني حينما تطرح رئيسة الوزراء الدنماركية فكرة محور إقليم لإنتاج الوقود الأخضر للسفن والنقل اللوجستي وشركات الشحن وغيره، هي ترى أن هناك فرص واعدة بالنسبة لتعاملات مصرية دنماركية في هذا التوقيت، خصوصا أنه حجم التبادل التجاري يعني بيقترب إلى 26 مليار دولار، وهناك فرص واعدة طبعا لتطويره. وأعتقد أنه في يعني مجالات جديدة نستطيع أن نتحدث فيها في هذا الإطار. طبعا هناك حاجة أوروبية لمصر، وهذا بدون تجاوزات ربما تكون شهادتنا مدروحة في هذا، لكن المهم لأننا الأوروبيين يتوقعون دور مصر، لأنه في موضوعات زي الهجرة الغير شرعية، في موضوعات متعلقة بأزمة اللاجئين، هم يروا أن مصر قدمت كثير من الأمور التي يعني تمت في إطار ثنائي ومتعدد الأطراف في تقدير كبير للحالة المصرية في أوروبا. يعني الصحيح الآن أن هناك تقدير وتقييم حقيقي للدولة المصرية وما تمته من خطوات في تقريب العلاقات المصرية الأوروبية، وهم بيسموا هذه المرحلة الإحياء الثاني للعلاقات المصرية الأوروبية. في مراحل معينة طبعا كانت هناك تجاوزات وكانت هناك بعض الأمور متعلقة في مرحلة الثمانينات أو التسعينات، لكن اليوم هم بيتكلموا سيادة النائب على أن هذه المرحلة المتعلقة بالإحياء الثاني لفكرة الشراكة المصرية الأوروبية، وأن مصر تؤدي دور مهم جدا لأوروبا لا يتوقف فقط على موضوعات الغاز. يعني كما تذكر حضرتك وتم توقيع اتفاق ثلاثي متعلق بنقل الغاز وتسييله وتصديره إلى أوروبا، وده كان تم في يعني في ظل ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية. لكن اليوم حينما نسمع من رئيسة الوزراء الدنماركية تتحدث بكل يعني وضوح أن الأزمة العالمية تطلبت أدوار لدول كبيرة ومستقرة في إشارة إلى مصر وتقدير كبير للتحولات التي تجري في مصر، جزء منها حتى مرتبط بمجالات التعاون الجديدة، يعني الحديث عن ما تؤدي مصر في قضايا جديدة في العلاقات الدولية. سيادة النائب بيتكلموا على مجالات تكنولوجيا المعلومات ونقل وتبادل منح، وبيتكلموا على ارتدادات الهجرة الغير شرعية كيف نتعامل معها. طبعا أيضا أتوقع أنه ملف استيراد الغاز من مصر قد طرح، لأن الأوروبيين أيضا والدنمارك على وجه الخصوص احنا لدينا كما تعلم حضرتك إمكانيات هائلة، عندنا محطات التسهيل في إدكو دمياط لا توجد لأي دولة في الإقليم
وبالتالي لديك بنية أساسية في هذا الإطار، لا توجد منافس لك في هذا الإطار، لا توجد محطات تسهيل بإيه إمكانيات وقدرات مصر اللي موجودة في دمياط وفي إدكو. وبالتالي أنت بتتكلم على أن إحنا مركز للطاقة، مركز للاستقرار السياسي والأمني، ده كل ده بيؤدي إلى أن دول الشمال الأوروبي بتنظر لمصر أنها شريك تجاري وهناك فرص جيدة لعمليات للاستثمار. واعتقد انه الشراكه المصريه الاوروبيه مهمه جدا في هذا التوقيت، خصوصا القضيه مرتبطه الان بالارتباطات الهيكليه بين الاقتصاديات العالميه. يعني حينما فتحت حضرتك على الجانب الصيني وكانت زيارات السيد الرئيس ودبلوماسيات القمه ودبلوماسيه الرئاسيه ادت دور كبير جدا في الاتجاه والاستداره شرقا تجاه الشرق، وكانت الزيارات الاخيره للسيد الرئيس مهمه للغايه لان انفتحت على المنظومة الدولية، سواء كانت الصين لك علاقات جيدة وارتباطات بالجانب الروسي، تحتفظ بالشراكة مع الولايات المتحدة كشريك سياسي واستراتيجي، وبالتالي نوعت حضرتك مصادر الحركة. فدول الشمال الأوروبي تنظر لك الآن أنك لديك إمكانيات ولديك قدرات كبيرة ولديك فرصة جيدة أنك تتحرك في اتجاهات متعددة قد تربك بعض الأطراف في الإقليم، بمعنى أن الحركة المصرية اليوم وهي حركة تتسم بالرشادة السياسية في ظل قراءة واعية لدوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية، أعتقد مهم أن احنا نتوقف أمامها. وأعتقد أنه ما أشارت إليه اليوم رئيسة الوزراء الدنماركية يأتي في هذا الإطار أستاذ يوسف، يعني التأكيد على أن الدنمارك هو دول أوروبية شريك تجاري مهم لمصر. طبعا في مجالات في التبادل التجاري يعني موجودة هيتم طبعا تطويرها في الفترة القادمة، حتى اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية الآن بتحقق مزايا لنا وأيضا بتعطي فرص جيدة وواعدة للاقتصاد الأوروبي في هذا التوقيت. وأعتقد أنه في مجالات إحنا بنتميز بيها بقى، وده المهم. يعني إحنا بنتكلم على صناعة الأدوية وده مجال مهم قوي ومشترك بيننا وبين الدنمارك وبيننا وبين الأوروبيين، أيضا استثمارات الشركات الدنماركية الكبيرة في مجال الهيدروجين الأخضر وفي فرص أيضا أنت بتمنحها. يعني نحن لدينا إمكانيات كبيرة نستطيع أن نتوجه بها إلى الدول الأوروبية وليس الدنمارك، عندنا فرص واعدة، عندنا مناخ سياسي وأمني كبير نستطيع أن نستفيد به وبنحركه. طبعا هي إشارة ذكية من رئيس الوزراء الدنماركية أنها تقول أن الأزمة العالمية هي أزمة هيكلية ومفصلية، لو أنا بترجم صح، بنيوية في بنية الاقتصاد الدولي، يعني تتأثر بها الدول الكبرى. وطبعا هي في إشارة ذكية ربما لمحت إلى الحالات التي حصل فيها اختلال في الاقتصاد الأمريكي وعدم القدرة على سداد الديون والاختلالات اللي حصلت في بعض البنوك الأوروبية والأسيوية. يعني في إشارات ذكية جدا منها أن هذه الارتدادات للأزمة الروسية الأوكرانية عمت أقاليم في العالم ونحن جزء من العالم، هي ذكرت هذا في الدول الشمال الأوروبي اللي هي محتاجة لده. لكن هو في تقدير للحالة المصرية في الأوساط الأوروبية وفي تقدير لمكانة مصر وقيادتها وأداء الدولة المصرية في هذا التوقيت. طب دكتور طارق، خلال الثمان سنين اللي فاتوا مصر أظنها، وصححني لو أنا غلطان، لعبت دور أنا أعتقد شديد الأهمية والمحورية والمركزية وشديد العمق في مسألة استقرار المنطقة بشكل حقيقي وفعلي. احنا شايفين أنه المنطقة أصبحت مقبلة على حالة من حالات الاستقرار جدا خلال الفترة دي، يمكن خلال الشهرين اللي جايين هيبقى في استقرار كبير في الملف اليمني السوري، بطبيعة الحال هيبقى في كمان استقرار في الملف الفلسطيني ثم الملف الليبي. ومصر لعبت دور محوري باتفاق بغداد عمان القاهرة حتى نصل إلى مراحل شديدة الأهمية من هذا الاستقرار. وأظن برضو صححني، أظن أن مصر لعبت دور شديد الأهمية بعلاقتها القوية والقديمة مع بكين. فيجي السؤال، ده معناه أنه الدنماركيين والشمال الأوروبي واللي هو بيعاني كتير من مسألة اللجوء السياسي والأزمات اللي موجودة عندنا في المنطقة، الشمال الأوروبي ينظر إلى مصر باعتبارها هي رمانة الميزان أو اللاعب الرئيسي لاستقرار المنطقة، ومن هنا كان جزء من هذه الزيارة؟ يعني أنا أتفق مع حضرتك في كل ما يعني أشرت إليه وتكرمت، وخليني أضيف عليه أنه
الدول المحورية في الأقاليم المختلفة بتأدي دور مهم لضبط حالة الاستقرار في الإقليم، بمعنى أنه إشارة حضرتك أنه كيف ينظر الأوروبيين إلى مصر وكيف تنظر القوى الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا إلى الدولة المصرية في هذا التوقيت بأداء سياسي يتسم بالرشادة السياسية وانفتاح على كافة القوى الإقليمية والدولية بما يؤكد مكانة الدولة المصرية. ما أشرت إليه حضرتك هو قائم على فكرة الندية في العلاقات الدولية، ومصر بنت سياستها الخارجية من خلال دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية وقامت بها بمهارة كبيرة تحسب لمؤسسات الدولة. طبعا هناك دوائر متعددة احنا استحدثناها في الفترة الأخيرة، سواء كانت في الاتجاه الصدارة شرقا أو إقليم شرق المتوسط، وبتتكلم حضرتك في تأمين مصالحك تجاه الأطراف والدول الجوار الإقليمي، وفي انفتاح بطبيعة الحال على القوى الإقليمية الكبيرة. كل ده أنت بتقدم نموذج للدولة المستقرة، الدولة التي تحدد بوصلة الإقليم. يعني مع احترامنا وتقديرنا للقوى الإقليمية والقوى الرئيسة في الإقليم، مصر على رأسها. ربما حضرتك أشرت إلى التحالف المصري العراقي الأردني طبعا، ومصر دعت في بعض الأشقاء من الدول العربية الأخرى، والهدف هو تنشيط مجالات العمل العربي المشترك وتأييد كل ما يدعو إلى إحياء فكرة النظام الإقليمي العربي وبناء مواقف ومقربات عربية. بدأت طبعا بالتنسيق مع الجزائر ومرت بالأشقاء في دول الخليج العربي، فبالتالي في تحركات مصرية مهمة. الدول الكبرى سواء كان دول الشمال الأوروبي أو الولايات المتحدة أو روسيا أو الصين تنظر إلى هذا، بمعنى أنه هناك تقدير كبير للحالة المصرية أو النموذج المصري. هم بيسمون حضرتك في مجالات الدراسات والبحوث وبيوت الخبرة ومراكز الأبحاث الاستراتيجية النموذج المصري. هذا النموذج المصري هو اللي بيعطي الأمل في استقرار الإقليم. أعتقد الاستقرار في الإقليم أنه طبعا هذا الإقليم كان مضطربا منذ سنوات، وكان صحيح. في حالة من التوتر وحالة من عدم الاستقرار. اليوم مصر بتأدي دور في التهدئة في غزة، اليوم مصر عينها على الأشقاء في الضفة الغربية، وفي تنسيق ولقاءات تمت على أعلى مستوى وشارك فيها سيادة الرئيس مع جلالة الملك عبد الله والرئيس محمود عباس، أيضا في التحرك تجاه العراق وهناك تواصل كبير في هذا، أيضا في منطقة الخليج العربي وتواصل مصر ومؤسساتها وأجهزتها ودبلوماسيتها الرئاسية مع الأشقاء، أيضا تجاه الجنوب في الملف الليبي. هناك تطورات مهمة في الإقليم بأكمله، الهدف هو الوصول حضرتك بالإقليم إلى حالة من الاستقرار وحالة من التهدئة. الدول الأوروبية تعاني الآن من ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية حضرتك، وبتنظر إلى الدور المحوري. إحنا دورنا أكبر من إن إحنا نقول إن إحنا ساهمنا في دور مهم جدا في ضبط الحدود. ده تجربة ضبط الحدود بتدرس في الأكاديميات العسكرية والاستراتيجية، وإن حضرتك وفرت في هذا الإجراء متعلق باللاجئين، متعلق حضرتك بالهجرة الغير شرعية، بإنك بتدي فرص للتهدئة زي ما قلت، حالة غزة، الحالة الليبية، الأوضاع في منطقة شرق المتوسط بتنفتح الآن على الأطر الإقليمية، سواء كان تركيا، سواء كان إسرائيل، سواء كان الأطراف الأخرى بما لك من مصداقية في التحرك. ربما إحنا بنقرأ الصورة اليومية لأداء الدبلوماسية الرئاسية والدبلوماسية أجهزة المعلومات، لابد أن نشير إلى هذا، وبالتالي العالم ينظر إليك، العالم يطلب لك دورا في هذا الإطار، سواء في ملفات الإقليم اللي موجودة أو حتى على مستوى النطاقات الإقليمية والدولية في إطار خريطة التفاعلات القادمة في الإقليم. مصر تلعب دور رئيسي ومركزي في تهيئة المنطقة لما هو قادم، والقادم نتمنى أن يكون في استقرار في الإقليم بعد سنوات طبعا من حالة الاضطراب، ويعني تكون هناك تهدئة وهناك تسويات لملفات الإقليم، سواء في الحالة اليمنية، سواء في سوريا، سواء في ليبيا. يبقى الإقليم هادئا. مصر بتقدم النموذج والدور المحوري ولا تتأخر على الأشقاء في أي دور، وحينما يعني انفتحنا انفتاح مباشر على الجانب السوري، وكانت زيارة الوزير سامح شكري سبقت بصلات عديدة، الهدف هو أن نحدد بوصلة التوجهات العربية في هذا الإطار. ويعني خليني أشير إلى نقطة، أن من يحدد البوصلة هي الدولة المركزية المحورية في الإقليم، والتي تؤدي دورا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
صحيح. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور. كل الشكر دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه.